صباح الخير جميعا. مهند؟ الحمد لله على ليش السلامة. ما قلتي لي إنه مهند بالبيت يا سمر؟ لأني ما تذكرت. أهلا وسهلا، ما بدي بوسك، أنا مريض. شو صاير لك؟ آخر برد كان كتير مريض. اليوم أحسن بكتير، والفضل بيعود لسمر خانه. هيك؟ منيح لكان سمر ما راحت على أنقرة. خليني شوف حرارتك. ما في حرارة. كتير انبسطت من وجودك هون. وجودك عنا جاب نفس ولون جديد على بيتنا. وأنا كتير مبسوطة من وجودي هون يا مهند. أنا واثقة كتير إنه رح نعيش أيام كتير حلوة بهالبيت. طبعاً ما رح ازعجكم اكثر من هيك. انا طالع لفوق، انتو خدوا راحتكم، خاطركم. مع السلامه، شكرا كثير لك. انا بغرفتي اذا بدكم شيء. شو سويتي مع مهند؟ صاير منيح؟ صالحتي معه مو هيك؟ مجبوره لانه عايشين مع بعض. بس بنصحك لا تغمقي علاقتك معه. أنا فهمانة عليكي، بدك تخلي كل شي بهالبيت يحبك، بس انتبهي مشان ما يفهموكي غلط. ما فهمت عليكي، شو قصدك؟ اسمعيني، مهند ماله واحد من ولاد عدنان بيك، يعني هو مو مثل ابنك. وإذا كان هيك هو بالنهاية شاب ناضج، ويمكن علاقتك معه تضايق عدنان بيك. علاقة شو ماما؟ معقول مهند يفكر بهي الطريقة؟ بيسان؟ مو من شوي كانت سمر عم تشوف له حرارته؟ ولا أنا عم أشوف بالغلط؟ سمر معها حق، مهند ما بيفكر بهالطريقة. بس عدنان بيك إذا شاف هالشي ما رح يفهم هيك. هالشغلات ما بيفهمها غلط غيرك أنتي. انتبهي على كلامك. بلا ما تتناقشوا بهالموضوع هلأ، لأنه هذا كله كلام فاضي وما له طعمة. أنا مالي عم أحكي شي غلط. كل رجال كبير بتجوز مرة صبية بيكون قلقان عليها وخايف عليها وبيغار من كل شي، وانتي لا تسببي قلق لزوجك. انا عم بنصحك بس مو اكتر. اذا بتريدي بكفي، سكري على الموضوع هلا رجاء. ها، واخيرا فكرتوا تجيبولنا كاسة شاي مو هيك؟ بس انتو ما طلبتوا. ماشي، حطيهم هون وبلا حكي. يكون بعلمك الطابق التحتاني لازم يتغير وضعه. تفضلي. شكراً إلك جميلة، صحة وهنا. شكراً، أنا ما بدي. عجبك الأكل سالم أفندي؟ هذا الأكل كله طبخي أنا، حط لك كمان؟ لا شكراً، شبعت. صحة وعافية. اليوم رح تنامي بغرفة سهيلة لبينما نلاقي لك شي غرفة. طيب ماشي الحال. صحيح الغرف صغار بس كلهم مريحين وبشوفوا الشمس. أنت لا تخافي، ما رح تكوني غير مرتاحة. إمتى رح يجوا هالمزعجين؟ مين قصدك؟ نهال خان ومو مراد. هاي هاي هاي، والله مزعجة. شفتها لما كانت عنا، عصبية ونمرودي وما بيعجبها شي بنوب. ولميس خانم نفس الشي. الله يكون بعونا لسمر خانم. سليمان طول بالك. اسمعي، من هاللحظة لازم نتفق على شغلة. انتي ضيفة بهالبيت، لذلك الزمي حدودك، ويكون بعلمك ما رح اسمح لك تحكي عن حدا بهالطريقة. وضعي مثل وضعكم تماما، وما في حدا هون ضيف عند التاني، كلنا خدامين عندهم، ورح نخدم المزعج والسيء والمنيح، هذا شغلنا. اسمعيني، نحن هون بهالبيت عيلة واحدة مع بعضنا، ونهال مثل بنتي وما رح اسمح لك تحكي عليها بنوب ولا عن أي حدا بهالبيت.
وانتبهي على كلامك منيح وانتي عم تحكي عليهم. ماشي فهمت، انا بعتذر. اوعى تحكي هيك مره تانية. بكفي، اهدى احسن ما تصير شي مشكله. بعدين هن قاعدين كم يوم، خليهم يمضوا على خير. وهي البنت اعتذرت منك. تاكلي براك؟ لا ما بدي. سالم افندي جهز السياره، بيسان خانم بدها تمشي. طيب شكرا كثير، يسلموا ايديكم. صحتين وعافيه. انا رايح كاتيا. وقف، انا جاي معك. اسمعيني، بتعامليها كانها ضيفه ولا تسكتي لها شو ما حكيت، احسن ما يطلع خلي عليها. شو صار لك؟ شايفة أبوك شلون عم يحكي؟ شوفي. ما في شي يا بنتي، شوفي شغلك. رح حاول مر لعندك بكرة، إيه؟ ماشي. ديري بالك على حالك ماما. لا تخافي علي، أنتي ديري بالك. شغلة هالفنادق مو عاجبتني، أكيد أنتو مرتاحين هنيك؟ إيه ماما مرتاحين، لا تقلقي. احكي مع نهاد، خليه عجل شوي. أحسن ما تضلوا هيك، يشتري بيت واستقروا. راتبه منيح، شو عم يستنى؟ يستأجر أو يشتري بيت؟ المهم نهادي يلاقي حل لهالموضوع. أحسن ما تضلوا هيك. إن شاء الله ماما، إن شاء الله رح نلاقي حل. يلا بخاطرك، مع السلامة. لا تخافي عليها، طالما بلشت تحكي بهي المواضيع معناتها صارت منيحة. ما عجبها تحكي غير بموضوعي؟ كأنه نحن ساكنين بالفندق بكيفنا. واضح إنه الحادث أثر على عقلها وخلاها تنسى شو صار معنا كمان. هي حابة تنسى منشان ترتاح، ونحن كمان عم نحاول نخليها تنسى هالموضوع. ما سمعتيها شو حكت قبل شوي؟ قال لا تغمقي علاقتك مع مهند، والله إذا سمع عدنان بجن جنونه. يلا بخاطري، مع السلامة. كاتيا ما رح وصيكي، ديري بالك على ماما. ها أكيد مدام. كاتيا اجيت يا خانو. انا بدي اوقف هون. انا بدي اوقف هون. خليني نوقف هون. انا بدي اوقف هون. ايه بعد المباراة رح نتصور صورة مع الكأس، ماشي؟ واحد اثنين ثلاثة، الكأس لنا. يلا جاهزين؟ ابتسامة. كمان صورة تانية؟ يلا امشي. يلا امشي. يلا انا بأولا. ماشي يا شباب. بابا الله خليك، خلينا نتصور صورة مع بعضنا. يلا الفريق راح، وإذا ما رح يبلش المباراة قبل ما اروح. يلا تعالوا بسرعة. ايه بسرعة. وانت؟ ايوه وانت تعال هون عود. جاهزين؟ عفوا لحظة. شو عم تساوي؟ هيك أحلى بكتير، ذكرى أنقرة. ممكن تقربوا لعند أمكم؟ هيك منيح؟ ايه تمام. كمان صورة؟ اوكي خلصنا. دعولي موفى يا بطل. يلا باي. موفى حبيبي. موفى حبيبي. خلونا نروح على محلاتنا.
صايرة عم بتعب حتى وأنا عم أكل. بساعدك خانو؟ لا ما بدي، بكفي شيل الأكل. عم مل حالي كتير. سمر لساها بغرفتها؟ أكيد بندهلها؟ لا هلأ بتنزل لحالها. أنا منيح وكمان مانك متقل باللبس، هلأ بترتفع حرارتك. قلتلك منيح. لا تخاف، كنت بدي شوف حرارتك. اسمعيني، ما بحب إنك تهتمي فيني، أنا كتير منيح. أنا آسفة. أنا متضايق لأني ما رحت مع مراد. كيف فيروز خانم؟ منيحة. يمكن اجوا. هذول هن. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلم، الله يسلمكم. وين الكأس يا بطل؟ شوفي اجا عدنان بيك. اعطيني الوراية. الحمد لله على السلامة. اهلين يا حبيبي. خسرنا. بعرف، المهم انك تكون لعبت منيح. اللعب المنيح ما بكفي حبيبي. مو مهم انك خسرت، المهم انك تعبت مشان تحقق حلمك. والمباراة فيها ربح وفيها خسارة. الحكم كان معهم دايما يحسب الجول علينا. انا برأيي تترك كرة السلة. شو راح يصير فيك لكان اذا بتخسر مباراه تانية؟ مو هيك الموضوع. طول الطريق لا خلانا نحكي ولا خلانا نضحك. حياتي اشتقت لك. وانا كمان. خلونا يلا. كيف كانت رحلتكم؟ حلوه. والله الحكم كان معهم، مو هيك اختي؟ مظبوط، كان لازم يفوزوا بالمباراة. بالنسبة لإلنا أنت البطل، شو بدك فيهم؟ بس ما أخذنا الكأس. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. ماما فايقة؟ إيه يا خانم. يلا مراد خلينا نطلع لفوق. نهال، أول شي لازم نسلم على فيروز خانم.
مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شلون صرتي هلا؟ مثل ما انك شايف. شايف انك منيحة. شكرا لك. منكون ضايقناكي؟ لا تفضلوا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. وين الكأس؟ خسرنا. كتير اتضايقت. ما في داعي تسألي لأنه اتصلنا وخبرناكم عن النتيجة. بس أنا ما حدا خبرني. أصلا من كم ساعة ما شفت وش حدا منهم. مهند بيك وسمر خان ومحملوا حالهم وطلعوا لفوق. كل واحد راح بجهة وتركوني قاعدة لحالي بهالغرفة. منيح اللي اجيتوا والله رح أطق من الملل. مثل ما سمعتوا صرت بنت مشاغبة بغيابكم. استغفر الله. يا حرام، لو إنك شفت مراد قديش كان زعلان. احكيلي شو سويتوا؟ طلعت الشناتي مو هيك؟ طبعاً. أنقرة حلوة مو هيك؟ فرشتوا عليها؟ ما تحركنا بنوب، شفناها ونحن رايحين على صالة الرياضة. ما رح تعرفونا على بعض؟ إيه طبعاً، بشير كاتيا كانت عند فيروز خانو. تشرفنا. وأنا كمان. كنتوا بتعرفوا بعضكم بالاسم، بس هلا تعرفتوا وش بوش. فرصة سعيدة. يلا احكي لنا، شلون كان الفندق؟ وشلون الأكل يلي فيه؟ يلا احكي لنا من الأول. طلعتوا من هون الصبح، وبعدين؟ يا ستي عبرنا جسر البوسفور، وبعدين استلمنا الطريق البري. وتوتي توتي خلصت الحدوتة. بابا الله يسامحك. وأنت كمان بلا ما تتمسخر. بدي شو صار لك لسه هلا إجا من السفر؟ لا تضغطي عليه كتير. طلعي على غرفة نهال وافتحي شناتي وركبي الأغراض. لا تتأفقفي، روحي بسرعة وسوي اللي قلت لك عليه. بس لا تنسى بشير، بدك تحكي لي بالتفصيل مفهوم؟ بدي أعرف كل شيء. ماشي؟ ماشي. مسكينة ما بتروح على أي مكان، حابة تعرف شو عم يصير برا. حبيبي لا تضل زعلان، إن شاء الله المرة الجاية أنت رح تاخد الكاس. حبيبي لا تزعل. عن إذنكم صار لازم نطلع. يلا مراد خلينا نروح نسلم على مهند. أنا بعد شوي بلحقكم. إيه لميس خانم، شو بتخبرينا؟ بسطتي بأنقرة؟ كل شي كان حلو ما عدا المباراة. يعني قضيت وقت حلو، ومبارح المساء كان الأكل طيب. إيه غيرنا جو وانبسطنا كتير. إن شاء الله عجبتك الرحلة. إيه الرحلة كانت حلوة. كتير فرحت لأني سمعت هالكلام. عن إذنكم أنا طالعة أرتاح. مع السلامة. تعي مشان نتسلى. خربت لكم نظام حياتكم مو هيك؟ خايفة يكون عم تقل دم. شو هالحكي؟ بعدين تقل شو؟ أنت مكانك فوق راسنا. شكراً إلك. والله أنت عم تخجلني كتير، ما بعرف كيف بدي أشكرك. مثل ما قلت لك، خدي راحتك فيروز خانم، أنت بيت بنتك. المحامي قال لي إنك دفعت بقية الديون، صحيح هالحكي؟ فيروز خانم، أنت لا تشغلي بالك بهيك أمور بنوب. عن جد أنت كتير خجلتني. العفو. أنا خجلاني من حالي كتير. ماما رجاءً. كتير حاولت بس ما مشي الحال بنوب. صدقوني المصاري كلها مو بعيني، بس أنا خايفة تصدقوا الكلام يلي كان عم يقولوا حلمي علي. رجاء لا تحكي هيك، نحن بنعرفه على حقيقته منيح. طغل كل هالشغل مشان يثبت إنه كلامه صحيح. قديش هو إنسان حقود وطماع. وأنا استغربت شلون سوا هيك، بس رجاء أنت لا تفكري بالموضوع، صحتك أهم من كل شيء. شكراً، شكراً كتير إلك. رح قلن يجهزوا لنا الأكل. نحن أكلنا. الأولاد جاعوا على الطريق ومراد اشتهى يأكل كباب وما حبيت أكسر بخاطره. عملتوا عين العقل. لكان قوم وغير ثيابك. عن إذنك فيروز خانم. رجاءً خدوا راحتكم. أهلا وسهلا فيكي.
لاعب لسمين كان عم يدفش وهيك كرشو والحكم مو شايف شي. مو معقول اللي صار. ماشي هلأ رح أتصل برفيقي اللي باللجنة المنظمة واشتكي له. تمسخروا على كيفكم. إلا بقى تاخد تعطي معه ملل قلبنا طول الطريق. لا تلاقي كتير مثل نهال. مهندولة بقت لك ها؟ نهال بلا المزح بالإيد. تعبان لهالدرجة؟ هلأ متحسن كتير بالنسبة لمبارح. مبارح كنت ميت. أكيد أنت مبسوط. لا عن جد كتير كان وضعي سيء. سمر عملت لي دواء خلاني صحصح. شو اهتمت فيه؟ غريب. صدقيني والله اهتمت فيني. لما شافت الوقت مناسب طلعت حنيتها. أكيد عم تحاول تسحبك لجنبها وعرفت كيف تستغل الفرصة كتير منيح. إجت تعمل تفقد. فضيت الشناتي كلها، بدك مني شي تاني؟ لا شكرا. جميلة جميلة ممكن تاخدي هدول؟ بأمرك. بابا لساته عند فيروز خانو؟ لا هلأ راح على غرفته. يا الله أنا كمان رايح نام، تصبحوا على خير. وانت بخير. لا بقى تفكر بالموضوع ايه؟ بس صح صح رح علمك كيف تلعب. شو عم بيحكي هاد؟ عم بيقول انه طاب لانه اهتمت فيه سمر خانو، بس مو عرفان انه ضربت له مخه. انت تعبان، يلا روح نام، تصبح على خير. حاضر. شو عم تقرا؟ خلصت قراية منه؟ لا بس إذا بدك خديه وبعدين أنا بقرا. ما بدي، ما بحب هالنوع من الكتب. لا تقوم، قلي شو بدك وانا بجبلك. روحي نامي انا كتير مالل. هلا بتطير نعوستك. رح تطلع لبرا؟ رح اطلع مشوار وارجع. بلا قلت حق لساتك مريض. اطلعي لبدل تيابي. مهند بلا ما تقوم من تختك قبل ما تتحسن. طقيت ومليت وكمان لازم شوف بشرة. مانك مضطر بهالوقت؟ ليكي ما كنت جنبها بعيد ميلادها كتير زعلت. رح روح راضية هلأ. بس لا تتأخر ماشي؟ أنا عم بقول هيك مشان صحتك. شكرا روحي، بس عن جد اليوم حاسس إني منيح. يلا طلعي بدي ألبس. ممكن تقربوا لعند امكم؟ تأخرت؟ لا أبداً ما تأخرت، ما عندي شغل كتير، في كم شغلة
رح حاول إني خلصها وارجع بسرعة. أنا وبيسار رح نحاول نهتم بالمزاد العلني. في عنا اجتماع مع مسؤولي الشركة. طيب لازمكن أي مساعدة؟ لا يا روحي، على فكرة ما بديك تشارك بهذا المزاد. اوعك يا عدنان بترجاك، إذا عم تفكر تعمل شيء انسى. صدقيني إنكم كتير رح تندموا بس تشوفوا بيتكم إيد حدا غيركم. أخذت كل شيء بدي إياه من البيت، وما بدي أي شيء تاني رجاءً. رجاءً. خلاص مثل ما بدك. أنت كفيت ووفيت، إذا عملت أكتر من هيك عن جد رح أزعل. فهمت عليكي. صباح الخير. صباح الخيرات. وأخيراً التقينا مهند بيك. ما تواخذني عمي، ما فيني بوسك. بوسة المقرب أصعب من قرصة النحلة. كيف صرت؟ ماشي الحال. ليش عم تحكي هيك وتخلي بابا يقلق عليك؟ مو المسا طلعت من البيت معناتها تحسنت. اضطريت على الطلعة، رحت مثل السكران بس لأني مضطر. أصلاً ما حدا طالب منك تبرر. أولاد خلاص انتهينا بقى. والله ما فتحت لمي بكلمة. بقصد الأولاد الكبار مو أنت حبيبي يا مراد. عود ليش مستعجل؟ بدي لحق المحاضرة عمي. قديش حلو أني اسمع هالحكي من تمك. فيروز خانو ما رح تجي تفطر؟ كيف بدها تجي؟ مين دا يحملها؟ لسه ما فيها تمشي. خلينا نجيب لها كرسي متحرك تتحرك بالبيت على راحتها، وإذا ملت من طالعها على جنينة أو على أي مكان بدها إياه. شكرا حبيبي، أنا جبت لها الكرسي بغيابك. برافو عليكي. خلونا نجيبها لكان تفطر معنا على الأقل. هي ما بتفيق بهذا الوقت يا روحي، لسه بكير كتير لتفيق. صب لك فنجان تاني؟ لا شكرا حبيبتي، رح غسل إيدي وأطلع. ليش ما بتقعد وبتاكل؟ يلا بخاطركم مهند شبع. معناتها خد الدواء معك. ليك مهند لبس تياب أسمك من هي. أنت كتير حبيتي دور الممرضة؟ أنا آسفة. ولا يهمك. يلا سلام. شكله طاب. شبكي حطي هالصينية من إيدك، عم بستناكي حتى تعدي منيح. إيه 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 حطيها منيح رح توقعيها، باين عليكي إنه ما بتعرفي تشتغلي أي شيء. اف بعدي عني. افتحي هالشباك خلي الهواء يفوت، رح اختنق بهالبيت. صباح الخير. هي لا تفوت لا تفوت. الصبح بيكون شكلي مو مزبوط. لا تقولي هيك رجاء، عم تظلمي حالك، بتضلي احلى وردة. مهند حتى هي اول مرة بشوفك بهالجمال كله. مجاملتك هي ما راح تفيدك، ممنوع عليك تفوت على غرفتي من الصبح قبل ما اسمح لك انا تفوت، عم تفهم؟ ما فهمت شي لاني مذهول بهالجمال الرباني اللي قدامي. ممكن تعيدي اللي قلتي؟ لا تتعبني انا مريضة، يلا اطلع لبرا رجاء. ماشي ماشي رح اطلع، بس لما برجع من الجامعة اكيد رح شوفك. هالولد أكيد مجنون. كاتيا اتصلي بكوافيري. أمرك. خليه يجي بسرعة وقولي له يجيب معه المينيكور والبيديكور. أمرك رح اتصل. انت شو عم تعملي، عم تتنصتي علينا؟ يوه شيلي هدول، جيبي لي كرسي بدي روح اتواليت. ولك هدول كلهم بشعين ما بينهضموا من عند الصبح. صباح الخير. صباح النور. لسه ما خلصت فطور؟ صباح الخير. صباح النور. اجت سهيلة. كنتي عم تستنيها حتى وقفي على الشباك؟ عم شوف الجو مشان اعرف شو بدي البس. يلا رح تتاخروا. بتعرفوا المفروض انه كل الفريق ما يروح على المدرسه اليوم؟
العالم كانوا منتصرين الكأس، وعود هلا اشرح لهم كيف خسرنا. مراد لا تزعج حالك لهالدرجة حبيبي، يلي بيسألك وين الكأس قله السنة الجاية رح جيبه وخلصت القصة. بس أكيد بعمره ما عاد يصدقونا. طبيعي هنن مضطرين يصدقوكم لأنه لا راحوا ولا لعبوا. رح أجيب شنطتي ومنروح. جيبي لي شنطتي معك إذا بتريدي. ليش أنت ما بتجيبها؟ رجاءً. ماشي ماشي. الخانم بتسلم عليكم كتير. الله يسلمك ويسلمها. انتو شو عملتوا؟ اجت الطاووس لهون؟ اجت اجت. صباح الخير حبيبتي سهيلة. شو الأخبار؟ منيحة. وانتي شو أخبارك؟ ولا شي، ما في غير عم نصبح فيروز خانم والكل مشغول فيها. جميلة، كمان انتي لازم تعرفي حدودك وما تتخطيها. أنا آسفة بابا. خدي وصلي هدول. هلأ سمر خانم بتقول ليش تأخرنا. راقبتها مثل ما حكيتي لي. حكيك مزبوط، هالبنت عندها وضع جديد. الموضوع اللي حكيت لك عنه؟ انتي لا تتدخلي، روحي بدلي ثيابك يلا. ايه شو رأيك؟ يعني شو بدي قلك؟ بشير شاب محترم تربى بين ايدينا، يعني مثل ابننا. ايه وين بدنا نلاقي احسن منه؟ وهذا رأيي. بعدين عم تقولي ان البنت حاببته، فلازم نعرف اذا بشير بيحبها. شو بيعرفني، يمكن يكون بيحبها بس ما عم يحكي قدامنا طول النهار وهن بين ايدينا. ايه بيخجلوا يحكوا اي شيء، بس يمكن اذا التقوا برا وكانوا لحالهم بيفتحوا قلوبهم لبعضهم. شو قولك؟ مزبوط. ما حدا صفي على السفر، الكل شبع وقام. جميلة روحي البسي ثيابك وطلعي مع الأولاد، وانتو راجعين اشتروا لنا اغراض انتي وبشير. تحركي. عن جد؟ اي طبعا عن جد، بس اسرعي لك شوي يلا رح يمشوا يا بنتي يلا. انا رح روح اعطي الورقة لبشير وارجع وقل له انه جميلة رح تروح معهم، بس اوعك تلمح لشي. ماشي ماشي لا تخافي. الله الله. لا تصرخي رح تزعج الضيوف يلي جوا. على مهلك على مهلك. هي اجيت. تأكد من اغراضك منيح لانه اذا نسيت شي ما رح انتظرك. ليش ما تفقدت شنطتك من امبارح المسا؟ معقولة تتفقدهم هلا؟ انا اسف، امبارح المسا كنت تعبان. صباح الخير. صباح النور. ليش حاطة النظارات بالبيت يا مدام؟ مشان تسألني انت ليش وقفتي يلا. جوا بالبيت ما في شمس، ليش حاطة النظارات؟ وانت شو هامك؟ مشان ما نشوف عيونا الحلوة. نيهال انا شو قلت لك؟ الله يسامحك. لك ركبوا بالسيارة بسرعة. بس دقيقة خليتيني اندم ليش قلت لك. يلا رح تتأخري بسرعة. خدي الله يقدم اللي فيه الخير. ما تواخذوني نطرتكم. ما في مشكلة. رح شوف ماما شوي وبعدين بطلع. ماشي، كمان أنا رح أمر على فيروز خانم قبل ما أطلع. فينا نفوت؟ طبعاً
فوت حبيبي. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. كيف صحتك اليوم؟ الحمد لله أحسن. شو طالعين؟ عدنان رايح الشركة وأنا المفروض أني أمرق على بيسان مشان موضوع المزاد العلني. كل ذكرياتنا رح تروح بالمزاد مو هيك؟ مو أنت قلتي ما بدك شي منهم أبدا؟ قلت ما بدي بس حاسة أني عم أتقطع. أملاك مالك بيك كلها رح تضيع. ضاع كل ماضينا وكل اللحظات الحلوة. أنا آسفة عم عكلكم مزاجكم من الصبح. ما تأخذوني. بدكم تتحملوا هالفترة لأنه ما في حل تاني. أنا لازم أمشي فيروز خانو. شكراً على كل شيء. الله معك. وأنا رح أمشي. بشوفك الظهر. ماشي. سمر. ما في معي مصاري بنوب وهلأ بدي يجي كوفيري. أنا آسفة ما خطر على بالي. طبعاً رح يلزمك مصاري. كاتيا ما في داعي وصيكي على ماما. لا تتركيها لحالها. لكن لك فكر سمر خانم. ما رح اتركها تطمني. وهلأ رح الموضوع غرفتك. شكرا إلك. مع السلامة. بالتوفيق يا عدنان بيك. الله يحميك ويحفظك. مع السلامة. فيني فوت؟ طبعاً تفضلي. لميس خانم، كنت عم فكر بموضوع كاتيا وين بدها تنام. مو حلو تضل نايمة مع سهيلة بنفس الغرفة. فشو رأيك تنام بغرفة جميلة مو أحسن؟ طبعاً. هلأ أنا بحكي مع شهيرة. أنا خبرت شهيرة بالموضوع وأنتي شوفي اللي بتلاقيه مناسب وخليهم يحطوا سرير تاني بغرفة جميلة. ماشي. شكراً إلك. مبسوطة بغرفتك مو هيك؟ إيه مرتاحة هون. أخذنا هالصورة قبل المباراة. المصور سحب نسخة واحدة ونهال عطتني إياها. وفاردة شعري. بس تطلعي برات اسطنبول بتغيري اللوك؟ نهال هيك بدها. معها حق. هيك بيلبق لك أكتر وطالعة حلوة. ميرسي بوكو. عجبتني هالصورة. صورة عائلية حلوة. رح روح قبل ما أتأخر. لا تنسي موضوع كاتيا ماشي؟ ما رح أنسى.